وأرى الناس قد آمنوا بأفواههم لكن للأسف لم تؤمن قلوبهم إلا من رحم ربي. فتجد البنات يبكين، تجد البنات في بكاء، إذا ادوها يدوها في الحتة البايظة والحلوة تفضل لهم هم، إذا كان الغيط على أسفلت يبقى تاخد في البيت وما تاخدش في الغيط، وإذا كان البيت هو اللي على الأسفلت تترمي في الغيط واحشرها بين إخواتها الاتنين عشان يتبع لده يتبع لده. واديت إخواتك اديتهم، أنت اديتهم في وشهم. والأعمال بالنية مش بالبنية، أقسم برب السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أنه لن يفلح إلا من زكاها ولن يخيب إلا من دساها. واللي بتعوجه هنا ربك بيعدله فوق، اللي بنعوجه تحت ربك بيعدله من فوق، بس عدلة مش هتقدر عليها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه إلى آخر الآية. أقول لمن أكلوا أموال إخوانهم وأخواتهم ارجعوا قبل أن ترجعوا، ارجعوا ارجعوا، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واضح؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واحد يرد يقول: يا شيخ بس افرض الورثة موافقين. مفيش مشكلة لو هيديك هدومه في الحالة دي هو حر. ليه؟ ده اسمه تراضي يا حبيبي، مش توزيع ورث، ده اسمه ايه؟ تراضي. وخلي بالك اللي الشيخ تلاها علينا من سورة النساء يخص الارث مش الهبة. صح صح معاي، اصلها جاية جاي. فخلي بالك الناس تايها في الحتة دي، اللي انذكر في سورة النساء منذ قليل ارث توزيع المال رباني للذكر مثل حظ ليه. واحد يقول: يا اخي امال الرسول قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، دي الهبة يا حلو، ده اللي هيوزع وهو صاحي. يبقوا اوعوا تخلطوا الامور، اللهم اني ابلغ فاشهد. حديث المصطفى جاي فعن قصة النعمان بن بشير، تزوج امرأة على امراته وخلف منها عيل خاف عليه، قالت له: انت انا ممكن تضيعني، زي ما كتير بينضحك عليهم، ما تكتب لابن دي حاجة وتشهد عليها سيدنا النبي. فرح: يا رسول الله اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة اعطيه وارادت مني ان اشهدك عليها. قال: اشهد عليها غيري فاني لا اشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وايه الفرق بين الارث والهبة؟ الارث بعد الوفاة، لا توريث الا بعد وفاة. طب واحد هيقول لك: انا وزعتها وانا صاحي. انت مزعتها يا اخوي، عارف ليه؟ افرض انت تزوجت وجبت لك عيل، هيديله منين؟ افرض مرضت ورموك في المستشفى، تصرف منين يا ابو ودني؟ وياما رجالة مرمية في المستشفى بعد ما وزعوا تمزعوا مش لاقين اللي يجيب لهم سرنجة، وعيالهم لابسة نظارات وشايلة موبايلات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والموضوع كبير، لكن اسمحوا لي اديلكوا اشارات سريعه، يمكن اللي عمل كده يرجع. عارف ليه الاسلام قال الذكر ياخد قد الانثى مرتين؟
وبعض الناس متصورين ان الانثى في جميع الاحوال تاخد النص. غلط الكلام ده طبعا. ده البنت بتاخد النص في حالة واحدة بس، ان كانت واحدة فلا، انا قصدي لا، انا اقصد نصف الذكر لما يكون معاها اخوها، في الحالة دي تاخد نصف الذكر، لكن الانثى ما بتاخدش نصف الذكر بس، ده في حالة تانية تاخد قد الذكر لما تكون اخته في الكلالة، في الكلالة بس، الكلالة اخوة الام، لان في كلالة في اخر الصورة الاخوة والاشقاء. اوعوا تتلخبط وترجعوا تعيط. اية الكلالة في اللي سمعناه بتتكلم عن الكلالة من الاخوة الام، دي تساوى فيها الذكر مع الانثى، البنت زي الولد بالضبط. يبقى معايا حالة البنت تاخد فيها نصف الذكر، اللي هو لما يكون هي واخوها يورثوا. طب ليه بقى، اسمعوني ارجوك، ليه بقى الولد هياخد جدها مرتين؟ لانه بقى اب واخ، عادة هتنخطب من مين؟ من اخوها. مين اللي هيحل مشاكلها؟ اخوها. مين اللي لو جوزها ضربها يروح لها؟ يعني نبقى في الهنا منسيين وفي الشر مدعيين. فأعطى الله الذكر مثل حظ الأنثيين بعد افتقاد الأب، لأنه هيبقى بقى أب وأخ. لكن في الهبة والرجل لسه صاحي، البنت زي الولد. ليه؟ لأن أخوها مش له جميلة لسه، الأب لسه إيه؟ عشان كده قال اللي يوزع صاحي يدي البنت زي مين؟ في الهبة البنت زي الولد الذكر، لأن صاحب المال أصلا لسه إيه؟ لكن هي البنت بتاخد نصف الذكر عند موت الاب، علشان اخوها بقى اب وايه، ومع ذلك ممكن تاخد قد الذكر في الكلالة الام، وممكن تاخد قد الذكر مرتين ويزيد لو ما كانش لها اخوات ذكور وعمامها يورثوا معاها. بص تلاقي يقول لك فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والباقي هيقبل الجد ان كان موجود، للاعمام هيبقى ايه اللي فاضل اصلا؟ التلت ده هيتمزع على الزوجه، لسه هتاخد التمن، والاعمام هيدخل لو 100 واحد عم في اللي باقي. شوف وعندما تترك الامور لله تلاقي الاعمام ربنا ما هديهم، يقول هو احنا هناخد من اولاد اخونا حاجه؟ ده ان كان هم عاوزين حاجه هن ايه؟ طب النكد بيجي منين؟ لما العم يحس ان اخوه راح كتب من وراه الترك لعياله عشان قصد انه يحرمه، يقوم لما هو يموت ويروح لحاله يجي يقول له تعالى احضر، ده جاي لها عريس، يقول يروح للعقد اللي انكتب يحضر بدالي. طب ما تتركوها لله، اتركوها للنفوس المؤمنة. افرض عيالك دول انت مت هم مديونين، مين اللي كان هيشيلهم؟ انظر الى عظمة التوزيع الالهي. لو انت مت وما عندكش فلوس انت مديون اصلا، الناس اللي صاحبة الدين هتروح لمين؟ لاخواتك اللي انت غاوي تحرمهم دول اصلا. طب ليه؟ المشكلة عندنا ان احنا بنحكم بالعاطفة، انما عشان ربنا مالوش ولد ولا بنت فما عندوش مسألة العاطفة. كلنا أمام الله إيه؟ عشان كده جسم جسمه، إذا نظرنا إليها بالعاطفة نظنها خاطئة، وحاشا لله، حاشا لله أن يكون مخطئا في توزيعه أو في تقسيمه. وسبب آية المواريث أصلا صحابي من صحابة رسول الله كان اسمه سعد، وكان لا ينجب إلا بنات، فلما مات مع رسول الله جاء عمهم وأراد أن يغتصب المال كله، فذهبت الزوجة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد وقد أخذ عمهما ما ترك أبوهما من مال، وأنت تعلم أنهما لا ينكحان إلا بمال. فنزل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ،
مش ملاحظين حاجة يا رجالة؟ خلي بالك معايا فضيلة الشيخ، مش ملاحظين حاجة في الآية دي؟ ليه ما قالش للرجل مثل حظ المرأتين؟ الدقة، عظمة البيان القرآني. عارفين لو قال للرجل مثل حظ المرأتين كانت العيلة الصغيرة مش هتورث، انما لما قال للذكر يبقى يا دوبك نشوف اللفه ونزل. ما هو عدد الوقت بيعرفوه بالسونار وهو لسه في بطن امه. احجز يا جدع ده ذكر، الحق يا جدع ده بنت، صح ولا انا غلطان؟ لكن القران لما يتكلم على الزواج ما يقولش الذكور قوامون على الاناث. شوف القران في نفس الصوره قال الرجال قوامون على الايه. لما كان الموقف موقف واحد هيفتح بيت قال لك مش تدي بنتك لواحد صايع، انت بنتك الواحد ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الى اخر الايه. لكن لما كان المساله مساله توزيع فلوس للذكر مثل حظ الانثيين. يا الله يا جماعة، أنا لو مسكت الآيات دي حرف حرف مش هالوقت مش هيكفي، ومش عاوز أسقل عليكم، لكن تعالوا. أنا اديت إشارة للي ارتموا في المستشفيات وما أكثرهم بسبب أنهم وزعوا المال وهم إيه، فعيالهم ضربوهم بن صح صحوا قبل أن تفضحوا. أنت خايف ليه؟ إيه اللي مخليك مستعجل؟ مستعجل على النكد؟ رجل كان حيلته ست فدادين وله ست عيال، قال انا تعبت، ايه اللي جرفني اني خد انت وهو، انت فدان وانت فدان وانت فدان وانت فدان، ما هو في النهاية الارض لمين؟ في دماغه ان هو كده، ما هو بعد وقبل ايه هياخدوها قدام. كان كل يوم ست صحون داخلين له عليه، دي جاي قبل ما يوزع الارض، اللي جايب ورك فرخة، واللي جايب ورك وزة، واللي جايب ورك بطة، واللي جايب لحمة حمراء، ينقض اللي على كيفه. لما وزع الارض ما عادش ولا صحن بايه. بس راجل مكار، قال اللي راح بالمخ يرجع بالمخ. راح ريع على واحد نجار وقال له فصل لي صحارة. صحرت يا عم الحاج؟ قال له صحارة خاشب. ليه؟ قال له مش لك دعوة. ملا صحارة، عمل له صحارة مية مية وعمل لها كل ناحية جف، وراح جاي ملاها وتد خشب، وراح جاي قافل الصحارة وفحر لها وحطتها في الأرض. يا ولاد تعالوا، مش نسيت أوزع عليكم الفلوس، أنا وزعت الأرض بس. قالوا له هو في فلوس؟ قال أمال يعني أنا كنت أسيب نفسي كده؟ راح جاب الواد الأولاني، ولا انت عايز تنخد الفلوس لوحدك؟ اخواتك دول ما يستاهلوش. قال له اه يابا. قال له يبقى تراعيني بقى، وانا هعرفك انت بس الصحارة فين. جاب الولد، فين يابا؟ قال له يا ابن الصحارة في المكان مش هقول لك، لو انا بطلع في الروح صحارة تلفوني. جاب التاني من وراه، والتالت من وراه، والرابع من وراه، والخامس من وراه، والسادس من وراه، بقت الصحون ترف تاني كل ايه، اشي محشي واشي مكتوب كفته واشي كباب، واديله كله منتظر لحظه الايه، وفي دماغه ان الصندوق ما حدش عارف مكانه الا مين، اللي هو ساعه روحه ما طلعت كله جري على مكان الصندوق، فكره انه ما حدش عارف الا ايه. راحوا طابشين في بعض السته قدام الصناديق الصندوق، هنفتدى بتاعي؟ لا ده بتاعك يا جماعه، على اخواته ونتقاسم. بيفتحوا البتاع لقوا فيه ورقه كده، الصندوق وودادوه للي يكتب الارض لاولاده. الخبل ملك، ما بقتش ايجار. الصندوق وودادوه للي يكتب الارض لمين؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اقسم بربي كنت جاي اكلمكم عن موضوع تاني خالص، لكن هذا الرجل طيب الله خاطره شعشع مساله المواريث جواي، ومش هروح بكم بعيد عشان اختم. دي بقى مش فيها ضحك،
رجل أنجب ذكرا وأنس. البنت كانت أكبر من أخوها، ومش عاوز أقول البلد علشان ما بقاش فضح. الرجل كان مليونير، فلوسه كتير، علم البنت وزوجها، فضل له ولد في مرحلة الثانوية. قال له تعالى يا ولد، تعالى يا بنت، مالك يا أبا؟ قال لها بص بقى، أنت اتجوزتي وتعلمتي ومش عليك علة، أنا هكتب بقيت كل اللي على أخوكي. يا أبا حرام عليك. لا مش ليه، مش حرام، هي ربنا هيحاسبك ساعتها تفرج. ما سمعش كلام، ما سمعش كلام بنته، كتب الأرض لمين؟ فابتلى الله هذا الولد بسرطان ومات الولد. ومن بعده ما هتركب اسمه قبل الولد ما يموت، ابوه حزن عليه مات قبله، ومات الولد بعد ابيه. عارفين ايه اللي حصل؟ راحت البنت وهي بتشيع جنازة اخوها، وقفت على المقبرة بتاعت ابوها وقالت يابا حبيت تحرمني لكن ربنا اداني، وورست اخويا ما ورستكش، مالكش جميل، الجميل بتاع ربنا، انت خدت مني لكن ربنا اداني. تخيل لو هي كانت هتورث طبيعي كانت هتاخد نصف اخوها. طب اهو المال كله راح لمين؟ ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مش للمؤلفين، مش للمخرفين، مش للمنافقين، مش للمجادلين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولابد أن أتوقف فقد طال الوقت، وأنا شديد الأسف إن كنت قد سربت إليكم الملل، لكن حتى لا يكون لأحد شيء من العلل فقد دنا الأجل، دنا الأجل، اتركوا الأمر لصاحب. إن الله وزع فلا تمزع، وأي واحد هيمد ايده على توزيع المال بما يرى في هواه فويل له من الله. وكما قال الحق جل في علاه، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والله لو تركت لله لتجملت الحياة. فإذا رأيت خللا في الكون من حولك فاعلم أن شرع الله معطل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيا من تدعي أنك مسلم احذر أن تخ